وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار. الهدف من إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار هو وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، كمان تحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بشكل عام. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن تأسيس هذا المجلس والمهام المنتظرة منه. بينضمنا على التليفون الأستاذ أحمد أبو ضيف، مسؤول قسم التعليم الجامعي بجريدة الوطن. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحية، أهمية إنشاء هذا المجلس، المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يا فندم. أولا صباح الخير يا أستاذة جمانة، وصباح الخير يا أستاذ محمد. بالنسبة لأهمية طبعا إنه يكون عندنا مجلس وطني للتعليم والتدريب، طبعا كلنا يمكن نعرف إنه المجلس ده أحد مخرجات الحوار الوطني. وكان اتعمل عليه جلستين وقتها، ويمكن اتخذ توصية والمشروع اللي هو توافق عليه من مجلس الوزراء يمكن الاسبوع الماضي، تمام، واحيل حاليا لمجلس النواب. فكره يعني الهدف منه او الفكره ان احنا يكون عندنا مجلس، هو يكون عندنا المجلس ده يختص بوضع استراتيجيات للتعليم، سواء التعليم الجامعي او ما قبل الجامعي. ويكون الهدف برضه ان احنا من خلال الاستراتيجيات اللي هي بيتم وضعها وتنفيذها من الجهات المختصه في الوزارات المعنيه او الجامعات، ان احنا نكسب طبعا الطلاب والخريجين اكثر المهارات والتدريب واعداد الكوادر المؤهله حقيقيا لسوق العمل ومتطلباته، وكذلك طبعا الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار. طب استاذ احمد، زي ما حضرتك ذكرت يعني المجلس هو من مخرجات الحوار الوطني، حابين نعرف من حضرتك كده بعين الصحفي اهم الملفات والقضايا اللي هيشتغل عليها المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار الفتره اللي جايه. طبعا لا طبعا عندنا ملفات كتيره، يمكن اكثرها اهميه هو ازاي احنا ناهل الطلاب والخريجين ليكونوا مستعدين لوظائف سوق العمل، خاصه وظائف المستقبل والذكاء الاصطناعي. ويمكن حضرتك والمتابعين كنا اخذنا بالنا من حديث السيد الرئيس وقت افتتاح مركز الحوصله الصحفيه، وتاكيده على ضروره ان احنا المفروض نغير فكرنا، وان يكون عندنا كوادر متميزه تتماشى مع مخططات المستقبل، وان التفكير النمطي في الكليات والتخصصات القديمه اللي هي اصبح عندنا تكدس منها يجب يتغير. وده بالفعل احنا يمكن بدانا نشوفه من خلال التعليم الجامعي، في ان احنا يكون عندنا وظائف فعلا متميزه وعندنا برامج. ويمكن الفكره دي برضو انتبهت لها الوزاره وفقا طبعا لاستراتيجيه الدوله من 4 سنوات في التوسع من الجامعات الجيل الرابع اللي هي القائمه على رفع العلم بسوق العمل، بحيث ان الطالب يكون مؤهل فعليا لسوق العمل. الامر الثاني البحث العلمي، احنا الفتره الاخيره يمكن مصر الحمد لله نجحت ان هي كلها مكانه متقدمه من خلال الجامعات في كبرى التصنيفات العالميه. المجلس ده هنا بقى هيخلينا نزيد اكتر، يعني بدل احنا مثلا جامعاتنا مثلا وليكن جامعه القاهره ولا جامعه اسكندريه ولا عين شمس ولا غيرها بمكانه مثلا من 100 ل 200 ما بين التصنيفات، لا احنا خلينا نبقى في ال 100 الاوائل من التصنيفات، لا نخلينا نتقدم لل 50 الاوائل في التصنيفات، ما نبقاش زي ما كنا زمان متاخرين. ويمكن الحمد لله احنا برضه في الفتره الاخيره شهدنا طفره كبيره في هذا الشان. طبعا الامر المهم اللي هو بالتوازي التعليم ما قبل الجامعي، سواء الاهتمام بالطالب او المعلم. جميل. المجلس هنا ممكن يفيدنا ان احنا يضع لنا استراتيجيات في من خلالها بيتم تحسين طبعا، و ان احنا يكون عندنا معلم قادر ومتميز على يأهل الطالب يتماشى مع التخصصات الجديده. بيقدر يفيدنا المجلس ده في ان احنا يكون عندنا تطوير مستمر للمدارس، خاصه المدارس اللي هي التعليم الفني، وان احنا تكون المدارس الفنيه قادره على انتاج طالب يتماشى برضه مع التخصصات الجديده ويتماشى مع وظائف المستقبل، وان احنا ما نطلعش كل سنه نشوف مثلا 800,000 طالب من اللي هم بيبقوا في الجامعات الفنيه يستفيد منهم 10 ل 15% من المساحه في التعليم الجامعي، وال 85%
يعمل طبعا حضرتكم كما تعلمون. طيب أستاذ أحمد، يمكن كل هذه الأهداف طبعا هي أهداف محمودة ونبيلة جدا، لكن خليني أسأل حضرتك عن آلية العمل أو آلية تحقيق هذه الأهداف. بالفعل هي زادت أصلا مخصصات البحث العلمي، زادت فعلا من في موازنة الدولة حوالي 65 مليار جنيه. عايز أعرف من حضرتك، هل المجلس لأي مدى بيدعم الطالب أولا، وأيضا العلماء أو حتى الباحثين؟ لأنه من ضمن أهم المشاكل اللي بتكون موجودة أنه الباحث بيكون محتاج مثلا تفرغ عشان يقدر يتفرغ للبحث اللي بيعمل عليه. بص يعني، اولا المجلس هنا هدفه الاول ان هو يضع الاستراتيجيات والخطط على الوزارات المعنيه طبعا، سواء وزاره التربيه والتعليم او التعليم الجامعي او المجلس على الجامعات والمجالس الاخرى، ان هي تنفذ تلك الاستراتيجيات. هنا بقى المجلس بدوره، لان هو طبعا بيضم باحثين وبيضم خبراء وبيضم طبعا علماء طبعا وفقا طبعا لنص المشروع القرار، من خلاله ان ممكن يتم وضع عدد من الاليات والضوابط اللي هي اولا ممكن بالنسبه للباحثين ان احنا نزود نزود المبلغ او نزود المكافئات الخاصه بيهم في حاله النشر المتكرر او زياده عدد النشر، نزود لهم المكافئات بدل مثلا ما ياخد حاجه لا نخليها 2 و3 و4 بدل جنيه 5 و6. تمام. الحاجه الثانيه ان احنا برضو يكون عندنا معامل متخصصة يتم تطوير المعامل بحيث ان الباحث هنا يقدر يشتغل بكل اريحية، يلاقي كل الاجهزة والمعدات متوفرة. الحاجة الثالثة والمهمة ان احنا المجلس ده يقدر من خلال خطة واستراتيجياته طبعا، خاصة ان هو طبعا يدفع رئاسة الجمهورية ان هو يقدر يوصي بضرورة الافراج الجمهوري عن كافة اجهزة او مستلزمات يحتاجها العلماء لاجراء ابحاثهم بالداخل، بدل ما العالم او المركز يعني علشان يجيب ادوات ممكن تستغرق وقت من شهر لـ3 في الجمارك عشان تخرج، المجلس ده طبعا بسلطاته من خلال استراتيجياته وان تواصله مستمر ودائم مع رئاسه الجمهوريه، خاصه ان هو بيرفع تقريره كل 6 شهور لرئيس الجمهوريه. جميل. ان هو يقدر يكون في اسراع في المستلزمات والادوات اللي بيحتاجها الباحثين والعلماء داخل. ده شيء عظيم جدا استاذ احمد. عايز اسال حضرتك كمان، هل هيختص المجلس بتطوير الهياكل التنظيميه للمؤسسات القائمه بالفعل على تنفيذ العملية التعليمية؟ يعني دور المجلس في المؤسسات المعنية بالعلم والابتكار وتشجيع البحث العلمي داخل المجتمع. طبعا طبعا المجلس هيختص طبعا بتطوير الهيكل التنظيمي وتشكيل طبعا المجمع للبحوث العلمية، يعني بحيث كمان فيه كافة أنشطة البحث العلمي زي ما قلت لحضرتك عشان نحقق كل المستهدف من المجالات العلوم المختلفة. طب وربط ربط الخريج او ربط سوق العمل بالاعمال الجديده والابتكارات الجديده، ازاي ممكن نعمل يعني حلقه الوصل ما بين سوق العمل وما يحتاجه والكوادر العلميه الجديده في المجتمع؟ طبعا هو طبعا يعني يقدر المجلس برضه ان هو يضع رؤيه شامله، طبعا هيهتم بوضع رؤيه شامله لعائد الموهوبين والنابغين العباقره، بحيث بذلك يضمن ان احنا نستغل الاستغلال امثل للمؤسسات والطاقات القائمه المتاحه، ويتم الدمج ما بينهم من خلال ان الطالب يتعلم ويتدرب في ذات الوقت. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر السيد احمد ابو ضيف، مسؤول قسم التعليم الجامعي بجريده الوطن، شكرا جزيلا لحضرتك.